مساء الخير، نحن على ساعات من انتهاء عهد ميشيل عون الذي خصص في مقابلته الأخيرة قبل ترك القصر الجمهوري في بعبدة إلى منزله في الربيع انتقاد من اعتبرهم خصومه السياسية مثل سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية. توجهت إلى معرب حيث مقر جعجع لنسأله عن ما بعد ميشيل عون، كيف ستدار الانتخابات الرئاسية، كيف سيدار الفراغ في الرئاسة وتداعيات هذين السيناريوين على لبنان داخليا اقليميا وعربيا. اهلا وسهلا حكيم. اهلا بك. اهلا وسهلا سيد جيزيل. يعني انا قلت انه هي بالمقابله الاخيره وسماك الحربايه يعني في مقابلته الاخيره، كيف برايك ميشيل عون سيذكر في التاريخ؟ انا رايي هذا حديث يعني بطول، وبالتالي نحن هلا بازمه كثير كبيره، حرام نضيع وقت لأنه في كتير كلام يقال عن إن كان عهد الرئيس ميشيل عون أو تصرفاته السابقة أو كل خططه السابقة أو إلى ما أدت إليه جدياً، يعني تاريخ بحد ذاته. بس التاريخ مختصر، تاريخ عادة بحط جملة للشخص مش أكتر، تاريخ ليس سرسار يعني. لا بس كمان في مجموعة وقائع أو حد أدنى من الوقائع مش أنت تقدري تماماً تقدري نوعا ما تعبري عن يلي بدك تعبري عنه. بس اذا بدك هيك يعني هيك جمله او كلمه وحده، يعني خراب ودمار ودمار وخراب، هاي من اول لحظه لحديت هلا. يعني لحظه كيف بلش العماد ميشيل عون وقتها كان بالمنطقه الحره بلبنان، كان باقي حره، كيف كانت المنطقه حره وشو عاد صار اول ما استلم، خلال سنه سنتين راح كل شيء، وكيف هلا هو عم بيسلم لبنان. يعني نوعا ما كان في لبنان، ما هلا ما بعرف شو بعد باقي من لبنان، وبالتالي هاي باختصار. بس خلينا نروح على الاهم، خلينا نروح على الاهم بيوم الاثنين. ايه 31 تشرين ما في لهلا رئيس، وفي سيناريوين، او بتنتخبوا رئيس هلا بالساعات او فراغ دستوري. انا خلينا نبلش بالفراغ الرئاسي، ما بدي اقول فراغ دستوري، الفراغ الرئاسي شو خطورته على لبنان؟ أكيد بحد ذاته وخصوصا بمرحلة مثل اللي عم نعيشها خطورته كتير كبيرة. هلا تقول شغلة هون بس عرفتها الآن، إنه ما تفكري كنا نحن بملء رئاسي، فراغ رئاسي، ما كنا فراغ رئاسي. يعني شوي بتطلع شوي بالنازل، إيه ما تفكري. يعني كان في رئيس جمهورية خصوصا آخر سنتين ثلاثة، إنه قليلة خطوة وحدة بناءة صارت، إنه ما في يعني لبل بعض الأوقات يعني تعطيل وحرطق على الآخرين وتعطيل للنظام. فإذا أنا بتقديري أولا فراغ رئيسي، ما هو قال هيك، هو قال إنه ما خلوه يشتغل، صار في تعطيل للحكم. ليش ما استقال من أول لحظة وقت الواحد مسلم مسؤولية وحدا ما عم بيخليه يشتغل بالوقت يلي هو رئيس جمهورية وعنده أكترية حكومية هو حلفائه وعنده أكترية نيابية لحديت مبارح يلي بعد ما أثر شيء باعتبار بعدنا بنفس الحكومة يلي كانت مع الأكترية النيابية تبعه. فأذن إذا واحد مع حلفائه جاب أكترية نيابية وأكترية وزارية ورئيس جمهورية ما قدر يشتغل، فأذن يعني ما بقى ينعمل شيء بلبنان. الشغلة يلي مش مزبوطة، بلا بينعمل بلبنان، بس بدك حدا يكون عنده خطط، يكون عنده وعي، يكون عنده عقل، ويكون عنده مقاربة سليمة للأمور، ويكون عنده أهم شيء أخلاق واستقامة. الشغلات يلي ما كانوا موجودين بالست سنين الماضية. طيب هاي الحكومة، حكومة تصريف أعمال، هي فيها تحكم؟ طبعا فيها تحكم إذا وصلنا على الفراغ الرئاسي. يعني عم بحكي ليل 31 واحد، 31 تشرين الأول، واحد تشرين الثاني، وما صار انتخابات رئاسية. إيه طبعا، يعني حكما بحكم الأمر الواقع تنتقل سلطات رئيس جمهورية إلى، فيها تحكم قد ما عم تحكم هلأ. لكن إذا وقع استقالة الحكومة ما بتفرق شيء، ما هي الحكومة أصلا بحكم المستقيلة من بعد إجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي هيدا اللزوم ما لا يلزم، يعني ما بتأثر شيء، منضل مطرح ما نحن. دكتور سمير جعجع، إذا وقت يذهب ميشيل عون شو هيتغير؟ شو ممكن يتغير؟ يعني إذا بدنا نحكي بالعدمية اللي اللبنانيين صار عندهم إياها، يعني بمعنى إنه ما بقى في شيء يتغير، إن انتخبنا رئيس أو ما انتخبنا رئيس، إن راح ميشيل عون أو ما راح ميشيل عون، برأيك كيف ممكن يتغير الوضع؟ لا مش هيك، انا ما بشارك البعض هالعدميه هيدي، بمعنى انه اذا راح ميشيل عون ولا بقي نفس الشيء،
وإذا انتخبنا رئيس وما انتخبنا رئيس نفس الشيء. هيدي بعض الناس بيقولوا انطلاقا من يأسهم ما فينا نلومهم، لأنه اللي عم بصير من 3-4 سنين لهلأ بالبلد عن جد يمكن ما مرق على مجتمعات أخرى، إن شاء الله يا رب ما يمرق على أي مجتمع آخر. يعني تصور ليرتنا خلال 3 سنين بس خسرت 96.2% من سعرها. صحيح. يعني تصوري الليرة اللي عندك إياها، إذا أنت عندك تقاعدك حطيتيه بالمصرف، أوكي، ما راح بطل عندك شيء، فيك تحصل منه 3-4 أو 5%، وبالتالي تشوفي بس القهر اللي عم تعرض له الشعب اللبناني، أوكي؟ فمن هالمنطقة البعض بيقولوا إنه خلص خي على الدنيا سلام، لا مش على الدنيا سلام. نحن اليوم بيني وبيني، أوكي؟ لو 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 الفريق المعارض بس قدر يتجمع على مرشح واحد كان غير مسار الأمور. ما كمان بدك تروحي على على النقاط العملية وتطرحيها مثل ما هي. فريق الموالاة يعني فريق الممانعة يعني حزب الله وعون وفريقهم خربوا البلد وعم بكفوا يخربوه. هلا عمليا هن اللي عم بعطلوا انتخابات الرئاسة بشكل أساسي، ما عم بيجوا هن عم بعطلوا طبعا. بس بالمقابل لو فريق المعارض تجمع كله على بعضه كنا قدرنا خرقنا. لا تتحمل مسؤولية عدم اتفاق المعارضة بمعنى انه مثل ما عملت اتفاق مع راب، ليش ما نعمل شيء ما يشبه هذا الاتفاق باتفاق المعارضة لرئاسة الجمهورية؟ لأنه في أطراف من المعارضة رافضة بالمطلق، بالمطلق رافضة تتعاون مع حدا وما بدهم يتفاهموا مع حدا، وبدهم هيك يضلوا متورين وماشيين مع وجهه. شو بعمل؟ وتقلك شغلة، حتى ميشيل معوض يلي هو المرشح نحن مأيدينه هلأ، بدي ذكرك أنه مبارح بالانتخابات النيابية كان نزل ضدنا ونزلين ضده ميشيل معوض، مش بالقوات اللبنانية ولا بتكتلنا النيابة، وصلنا 4 سنين مفترقين انطلاقا من كون كتار بالمعارضة طالبوا فيه، أوكي، جينا نحن مشينا فيه، وبالتالي جربنا نعمل اتفاق. في بعض فرقاء بالمعارضة بقولة بالفم الملقين خي ما بدهم يتفاهموا مع حدا، شو بنعمل؟ قال لي ما بدهم، هن عندهم آراء وبس، هاي بتبلش الدنيا هون تنتهي هون، وبالتالي لا ما بيسوى تحميل مسؤوليات مطرح ما لازم. يعني كنت مستعد أن تقوم باتفاق يشبه هذا؟ كيف لكان؟ أوكي، من ضمن المعارضة عم بحكي، من المعارضة طبعا، من المعارضة طبعا. ولكن واضح يعني أنه ميشيل معوض لن يكون رئيس جمهورية لبنانية لهالانتخاب. واضح لأنه صارنا عاملين كم 4 دورات وهناك يعني كلام تعرفوا بالكواليس حكي انه ثنائي في 20 نايب. شو بدي بثنائي شيء؟ خلينا نحن اول شيء نعمل واجباتنا. في 20 نايب من المعارضه بعد ما حددوا موقفهم لهلا، واللي اخذوا ميشيل معوض لحيت هلا 44 صوت، حطي لي هال 20 معهم صرنا 64 صوت. شو بس هلا اخذ 39 36 بالدورات الثانيه، كان في ناس غايبين. نعم كان في ناس غيبين، بس إذا بدي أحكي جديا جديا قديش معه أصوات. يعني إذا المعارضة اتحدت فيها تجيب ميشيل معوض طبعاً بالأرقام طبعاً. بس رح لك شو بيقولوا لي، ما لأنه في بعض الناس بالمعارضة خي ما بدهم يلتزموا بشي، ما بدهم يواجهوا شي، ما بدهم. بعض الناس عم بحكي بعض الناس بيقولوا لك إيه لو جمعنا 65 بيعطوا لك النصاب. مش مزبوط هالحكي. أنت اليوم إذا مرشح بينزل بياخد 65 صوت، إيه فين يعطوا لك جلسة وفين يعطوا لك جلسة تانية، بس مش أكتر من هيك، لأنه ببين ساعتها أنه في طرف عم بيخرب البلد. الشغلة اللي منا مبينة هلأ، ليش منا مبينة؟ لأنه في أطراف بالمعارضة عم بتدوب بصوتها، وبالتالي مبين أنه في مرشح عم بترشح مزبوط بس عم بياخد 40 صوت، بس 40 صوت ما بيعملوا رئيس جمهورية حتى بدورة تانية، وبالتالي وكأنه مغفورة خطايا، مغفورة خطايا من يعطل الجلسات، لأنه أصلا هذا مش طالع. إذا ما بعد عون ماذا سيحصل في البلد؟ ما بعد العون في ما سيحصل وما الذي كان يجب ان يحصل؟ طيب. اللي كان يجب ان يحصل ان تتحد المعارضه حول مرشح واحد الشيخ يلي ما حصل للاسف. اوكي، الذي سيحصل وبالتالي رح نوقع بفراغ رئاسي. هلا دغري انا بدي جاوبك، نحن ملهيين كثير بالمعارضه، بدي جاوبك على انه فريق حزب الله والتيار الوطني الحر عن سابق تصور وتصميم عم بيعطلوا جلسات الانتخاب. لماذا؟ ليه عم بيعطلوا جلسات الانتخاب؟ لأن ما عم بيقدروا يتفقوا ويجمعوا حالهم على مرشح واحد. يعني كما في السماء كذلك على الأرض، مثل ما بالمعارضة هيك بالمولد هيك كمان. ولا هن عم بيلعبوا بالوقت الضائع، ربما أحد مرشحيهم بيقدر يوصل للرئاسة بعد فترة طويلة من الفراغ الرئاسي. يعني ممكن أنه جبران باسيل إن شالت العقوبات الأمريكية عليه، ممكن سليمان فرنجية إذا صار في اتفاق
من الميل الثاني، مثل ما انت عم تطلب اتفاق بالمعارضه ممكن يصير في اتفاق اذا بدنا نسميهم هن الموالين ويقدروا يوصلوا المرشح اللي هن بدهم اياه. بس حتى ممكن احنا كمان نقدر المعارضه ترجع تحط عقلها براسها ونقدر نتفق على مرشح واحد، هيدي احتمالات موجوده بكل وقت. بس قصدي انا نحن لو عندنا 65 نايب صوتوا مع ميشيل معول او مع مرشح بيجتمعوا عليه 65 كنا خرقنا. هن ما عم بيخرقوا هلا لانه ما عندهم مرشح عم بيجبروا عليه، هلا منتظرين تيصير شيء لانه ما عندهم حل هلا منتظرين. جبران مثيل عمل تصريح من بكركي وقال انه في مؤامره على لبنان لفراغ في رئاسه الجمهوريه، واللي عم بيعمل هذه المؤامره هو الرئيس مئاتي والرئيس بري اللي هن ما بدهم حدا في هذه الرئاسه الاولى. عظيم، بدل ما ينزل على الجلسات هن 16 او 17 صوت ويحط ورقه بيضاء ينزل يصوت لمرشح. ما بده شيء كثير هين. اذا هل لديه مرشح برايك؟ ايه نعم. من؟ جبران باسيل. غيره؟ بالوقت الحاضر لا، هلا يمكن يكون عنده مرشح اخر عندما جبران باسيل يقطع كل امل. يعني بس بتقولي لي هيدي بعد ثلاث اشهر بعد ست اشهر بعد سنتين، ما بعرف. انتبهي، متلمز عقيد عقيد الرئيس ميشيل عون، وبالتالي يعني ممكن انه نوصل لفراغ رئاسي بسنه وسنتين اذا بدنا نترك جماعه الموالات على همتهم. ممكن مشان هيك من جديد يجب على المعارضه ان تتوحد حول اسم معين ونقدم على رئيس الجمهوريه وينتهي الامر عند هذا الحد. طيب حكيم، في ناس يعني بيتهموك او بيتهموا القوات اللبنانيه انها بترتاح اكثر مع مرشح عسكري، يعني دائما عندما هيك تصعب الامور كثيرا بيروح سمير جعجع عند قائد الجيش، صحيح هالشيء؟ غير صحيح. وقت ميشيل سليمان ما صار هيك؟ غير صحيح على الاطلاق. وقت ميشيل سليمان اتفقوا الكل عليه، ما ضل حدا من 14 ل 8 اذار كلهم يعني. وهون مزبوط كلهم يعني كلهم، مش نحن رحنا. طيب انت بترتاح اكثر مع العسكر عادة؟ حسب مين من العسكر، حسب مين من المدنيين. قائد الجيش ايه يوم الاثنين بيصير يقدروا النواب ينتخبوه، يوم الثلاثاء لا 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 صار فيهم ينتخبوه بالقانون. لا لا سيد جيزيل، باي وقت من الاوقات فيهم ينتخبوه انطلاقا من نفس المبدا اذا بدهم ينتخبوه. مين قال هيك؟ هيدي بالامر الواقع عم نقول نعم انه وقت اللي بتتعطل انتخابات الرئاسه مبدئيا كل العالم بتخاف من اضطرابات امنيه وبالتالي بيطلعوا للجيش. نعم بس هيدي اما بالقانون نفس الشيء، من بعد 31 وقبل 31 عيد جيش بده تلتين مجلس النواب تينتخب رئيس. إيه بس منه ما بيعود مجبور بالاستقالة مشان هيك لا مفتوح بالقانون مبلا. طيب بالقانون عم بحكي بالقانون، هلا كأمر واقع برجع بقلك بيعملوا مثل ما عمل وقت الرئيس ميشيل سليمان بيجمعوا له 86 صوت 87 صوت وبيقولوا طالما في 87 صوت صوتوا له معناتها هودي كيفين تيعدل الدستور. طيب هيدا سيناريو معقول برأيك؟ ممكن يعني بالتعطيل اللي عم نشوفه كله صار ممكن بخضة أمنية بدون خضة أمنية. يعني اليوم بكرة الثلاثة الصبح منفوت بفراغ رئاسي نعم والبلد والوضع في البلد عم بيدهور مش مثل ما كنا سنة 2014 نعم. 2016 عم بيموت البلد ايه بحالة موت ونزيف دايم وبالتالي أكيد البعض رح يطلع عنه خيطة بشو ناطرين نحن. لو بدها تصير انتخابات الرئاسية المدنية كانت صارت. طيب تعوا تنلاقي حل وسط، مين هالحل الوسط؟ يلي لا من هو ولا من هو، تعود تنتخب اي جيش لانه مزبوط اي جيش هو حل وسط بين الكل، فممكن بعد يطرح هيك. بعض الاقتصاديين الدوليين اللي انا يعني حاولت اعرف منهم شوي وضع لبنان عم بيقولوا انه مشكله السياسيين اللبنانيين انه هن يتعاطون مع الامر الاقتصادي كانه ازمه وانه ليس ازمه. أنه موت بطيء وأن الفراغ الرئاسي ممكن أن يجعل لبنان في موت بطيء يذهب إليه، وأيضا إذا يعني تولى المنصب شخص لا يفهم بالاقتصاد أيضا ممكن أن يموت لبنان. لماذا سمير جعجع مثلا ما فكر باقتصادي؟ لأنه مشكلتنا مش بالاقتصاد، مشكلتنا طبعا بالاقتصاد بس المشكلة الاقتصادية ناجمة عن مشكلة سياسية كثير كبيرة. الاقتصاد ما بيمشي لوحده، الاقتصاد بده سياسة ظابطة تصير عندك اقتصاد ظابط.
إذا السياسة مخربطة من رابع المستحيلات يكون عندك اقتصاد ماشي. مثلا شوف في عندنا بلبنان إنه ليش المؤشرات الاقتصادية هي اللي كانت مخربطة تتخربط السياسة؟ لا بالعكس، في يعني سياسة نقدية أيضا كانت مسؤولة، وسمير شعرع لم يتهم يعني حاكم مصرف لبنان بالانهيار الاقتصادي اللي صار بالوقت اللي غيره مبلغ طالب انه يحاكم. انا بدي ذكرك من سنه 2017 اتهمنا حاكم مصرف لبنان، بس نحن مش بصدد، ما تخزيني بالتعبير. نعم. يعني حكي نسوان على الفران مين اتهم ومين، مش هذا الموضوع، مش هذا موضوع البحث، انه مين اتهم مين، مين ما اتهم، انه ايه اذا اتهمناه يعني انه خلص انحلت المشكله. مهم تروحي على خطوات عملية لحل المشكلة. أوكي، خطوات عملية لحل المشكلة بدك تغيري مجموعة الحاكمة. بعدين بدي أسألك، حاكم مصرف لبنان بأحسن أحسن أحسن حالات موظف درجة أولى بالدولة اللبنانية، ما في سلطة سياسية مسؤولة عنه. أنت عارف أنه ساعة كان وزير مالية بودي ورا حاكم مصرف لبنان بيقول له عمولها هاي وهي ما تعملها، وما عجبك استقيل بيستقيل، مضطر يستقيل. يعني ليش عم نروح إحنا على دنب المشكلة؟ خلينا نروح على رأس المشكلة. رأس المشكلة هي السلطة السياسية بلبنان يلي تصرفت بشكل غير مقبول بفساد كثير كبير، بلموا بلاد كثير كبيره، قطعت علاقات لبنان العربيه، قطعت علاقات لبنان الدوليه، اوكي، هدرت بالخزينه قد ما بدك، صرفت على المشاريع قد ما بدك، وكانوا يقولوا لحاكم مصرف لبنان يصرف، هو هون خطأه كثير كبير، كان يصرف، ما يقولوا لا انا ما بصرف، لانه هذا خارج القانون وهذا منه مغطى وهذا ما لازم يعرف. انت مع ان نكفي الحوار مع صندوق النقد الدولي، وان يكون يعني برنامج صندوق النقد الدولي هو حل للبنان؟ نعم. طبعا بدك تدرسي كل تفصيل بتفصيله تيكون الحل تبع صندوق النقد الدولي، لانه حلول صندوق النقد الدولي ستاندرد لدول العالم كلها سوا، في شيء خاص بلبنان ومثل ما هو خاص بكل دوله بدك تعملي له انت اوننه تيصير يتلائم يعني تصحيح مع وضعه. ما مش بالتفاصيل عم بحكي بس بالمبدا. نعم ايه طبعا انتم مع صندوق طبعاً. في هذه الحكومه تصريف الاعمال اللي يمكن يمضي لها استقالتها الرئيس ميشيل عون، ممكن ان تحاور صندوق النقد الدولي؟ ممكن طبعا، عندها صلاحيات ان تحاورها. نعم بحلك ليه. لانه الوضع الاقتصادي بلبنان هلا مش وضع طبيعي وانه بدها تحاور تجرب تحسنه شوي او تاخره شوي، لا وضع استثنائي، واي شيء استثنائي حكومه تصريف الاعمال قادره على انه تبحث فيه. هذا وضع استثنائي، مثل بكره اذا امنا لقينا لا سمح الله عواصف كبيره بلبنان، ما بتجتمع حكومه تصريف الاعمال، لانه حكومه تصريف الاعمال وبتاخذ التدابير اللازمه تشوف شو بدها تعمل تتعود على الناس اللي ضربتهم العواصف افترضي. بلا نفس الشيء، شو بدك عاصفه اكثر من العاصفه الاقتصاديه اللي عم تصيبنا هلا؟ وبالتالي قادره الحكومه ولو حكومه تصريف الاعمال، لانه لبنان بوضع طارئ. يعني انا سمعتك جوابك على دعوه الرئيس بري لجلسه حوار، بس انا ما فهمت تماما ماذا يعني. قلت انه بنعمل جلسات برلمانيه وداخل هالجلسات للانتخاب بنعمل حوار. ما تقلك ليش يعني. ما تقلك خلفيه الموقف، خلفيه الموقف في تخوف، وتخوف عن حق على انه هالجلسات الحوار الموازيه تكون لتضييع البوصله عن انتخاب رئيس. بالوقت اللي نحن بأمس الحاجه هلا لانتخاب رئيس، اوكي، فاذا شو قلنا؟ اكيد نحن مع اي حوار، والحوار على طول بضل يفيد يعني، بس تما البعض يجربوا يهربوا انتخاب الرئيس بحجه الحوار، بيدعي لجلسه لانتخاب الرئيس، داخل جلسه انتخاب الرئيس اذا في من حوارات ضروريه او ممكن تؤدي لنتيجه بنعملها. مع 128 نائب أو من ينتدبونه داخل الجلسة، كل كتلة بتعرف مين بدها إنه، وبيقعدوا بيحكوا مع بعض مثل ما بيصير عادة. بدي ذكر هون إنه مثلا مجلس النواب الفرنسي كثير أوقات بالخمسينات كانت تتعاقد معه مثل ما تعاقد معنا، مرة عملوا جلسة لمجلس النواب استمرت بين 5 و6 أيام لانتخاب رئيس بالتحديد، ضلوا قاعدين مجلس النواب. طبعا ما أنت بوضع طارئ، ما فيك تتصرف كأنه ما في شيء بالبلد وتروحي بعدين تعمل جلسة ربع ساعة وتحطي شمسية وتقعدي على البحر، مش مزبوط هيك. فإذا بدها حوار عاد، بس بيكون هالحوار بإطار جلسة انتخاب رئيس جمهورية، تما حدا يجرب يضيع البوصلة وياخذنا على غير مطرح، مش أنت نضل بإطار انتخاب رئيس جديد. حكيم، برأيك حزب الله رهينة جبران باسيل بموضوع الرئاسة أو العكس؟ أنا هيدا لا، أنا رأيي حزب الله، وبتمنى أنه جمهور حزب الله يسمعه، رهينة جبران باسيل بانتخابات الرئاسة وبغير انتخابات الرئاسة.
يعني إذا بكرة جبران بيصير عاد أثار بده ياخذ وزارة الطاقة، بالرغم من أنه كل الشيعة مثل ما كل السنة والمسيحيين قاعدين على العتم، تور بده إياها، إيه بيمشي معه حزب الله فيها؟ إيه طبعاً. لأنه حزب الله بخلاف ما العالم بتفكر سياسياً ضعيف بلبنان، وبالتالي بده حلف حاكم البلد. كيف ضعيف؟ حاكم البلد من وراء هالتحالفات، يعني شيلي تحالفه هو والتيار الوطني الحر من وقت الاتفاق الشيطاني اللي هو اتفاق مرم خايل، كيف بده يحكم البلد؟ ما بيقدر يحكم شيء بسلاح. مش مزبوط ابدا سيد جيزار، هيدا مفهوم خاطئ جدا، مش مزبوط. بسلاح في واحد يغتال واحد واثنين وخمسة وعشرة، بس ما في ياخذ قوه سياسيه. قديه بيتحمل حزب الله دولار فوق الستين ألف بحال عطل الرئاسه؟ يعني الى متى هل سيكون هناك يعني نقطه تحول لهذه الرهينه؟ من هالمنطلق وتحسبا لهيك احتمال، عشو راح حزب الله؟ راح على القبول بالترسيم الحدودي، مع انه هو بالمبدا اذا بدك وبايديولوجيته وبادبياته كلها سوا، ولا ممكن بيوم من الايام كان يقبل بترسيم الحدود مع الكيان الغاصب والعدو الغاشم، ما هيك؟ هلا راح وقبل فيها، طبعا عمل كم مسرحيه قبل، وانه قدموا سيارات وطلعات ونزلات، اتصلوا فيه قالوا له ليك دبن هودي، لانه كان صارت ترسيم حدود او حرب. ترسيم شو بدك فيها؟ هي كلها اللي زار الرماد بالعيون. من هالمنطلق راعي هيدي، شو فكره حزب الله فكري؟ فكره انه هلا صار فينا ننقب على البترول بالحقول والمربعات يلي اكثر شيء ممكن يكون فيها نفط، يلي هي 9 و8 والمربعات يلي هي بالجنوب. عظيم. اول ما تيجي شركات بدها تاخذ، هيك مفكر حزب الله، بيجي بيطلب منهم مسبق او بيطلب من الحكومه تتدين على اساس صار عندنا نفط. بس هذا ما قاله وليد جملاط، انه هناك شركات وهميه يعني للخدمات بالنسبه للنفط. اذا لسبب اقتصادي قبل بترسيم الحدود بالمية لسبب اقتصادي مزبوط، تيهرب من صندوق النقد الدولي وخططه، تيهرب من الاصلاحات، وتما ينزرق بقصه الفراغ الرئاسي. ما هو موقف القوات اللبنانيه بالنسبه لترسيم الحدود؟ يعني اتفاق احسن من لا اتفاق بالظروف اللي نحن فيها، بدون ما افوت باي تفاصيل، انه افضل انه ايه عندك هلا اتفاق وصار فيك تروحي تستفيدي من حقول النفط اللي عندك، مع انه انا في شغله على طول في علامه استفهام كبيره عم بطرحها. طب تنفترض الحائل رقم 9 والحائل رقم 8 كانوا معطلين بحكم الخلاف نحن واسرائيل، ما هيك؟ طب الحقول الاخرى يعني معك من 1 للـ7، انه ليش الحكومه ما نقبت فيهم؟ عن جد ما بعرف. مشان هيك عيب يعني وقت بيجي رئيس جمهوريه، لانه ما في ترسيم حدود بحريه مع سوريا. طيب الواحد ماذا حصل؟ يعني لماذا السوريين لم يستقبلوا الوفد اللبناني لترسيم الحدود؟ لانه بدهم من ميشيل عون، بيعتبروا انه اعطوه كثير، بالمقابل هو ما استرجع حتى يروح زياره لعند بشار الاسد، وبالتالي قبل ان يكون يعني حسابات صغيره، مش لاسباب كبيره. عدا عن انه مع السوريين ما فيك توصل الى مطرح على الاكيد. هلا هون لازم يحضر حاله حزب الله يستعمل مسيراته اذا السوريين ما قبلوا يعطونا حقوقنا بحدودنا الشماليه، مثل ما استعملها بين هلالين، استعملها بحدودنا الجنوبيه، لازم يحضر حاله. هيدي طبعا يعني مسحه اللي عم بتقول. طبعا مسحه لانه مش جدي، كل هالشغل منه جدي. طيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترأس وفد لبنان في القمة العربية. أوكي. وسيكون لبنان بلا رئيس جمهورية. ربما طبعا. أول مرة أعتقد أنه الرئيس الحكومة إلا بالفراغ اللي صار بين ميشيل سمال وميشيل هون يمكن. هل تعتقد أنه العلاقات العربية ممكن أن تتحسن بعد ذهاب ميشيل هون من السد الرئاسي؟ لا للأسف لا. لأن المشكلة صحيح مع ميشيل عون كميشيل عون، بس كمان مع الطغمة الحاكمة بنفس الوقت يلي بعدها هي ذاتها وممثلة بالحكومة، حكومة تصريف الأعمال، بغض النظر عن رئيس مئاتي هو كشخص، بس أنه الأكترية بهالحكومة معروف، يعني لا حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم مين في بهالحكومة. وبالتالي أنا بشك لا، ما راح تتغير نظرة العرب إلى لبنان إلا إذا إجا رئيس عنده مصداقية ويوحي بالثقة. هيدي نقطة كتير أساسية بكافة الأحوال، إنه الدول العربية بالأخص الدول الخليجية بلغوا كل العالم، عم بحكي برا دول أوروبية وأمريكا، على إنه أوعى يتوقعوا منهم أي شيء إذا ما إجا رئيس بيوحي لهم بالساعه. هيك إنه رئيس نص على نص وربع على ربع، عرفت كيف؟ ورئيس غير محدد معالي، يعني مكتوم القايد، رئيس مكتوم القايد. لا
سمير جعجع كم اسم عنده ممكن انه يقبل فيهم اذا توحدت المعارضه؟ في اسماء في في واحد اثنين ثلاثه اربعه في مخليه الدنيا. برجع بقول لك ميشيل معوض كان احد الاسماء، ضلينا ناطرين. بدي ذكرك انه اول جلسه لمجلس النواب لانتخاب الرئيس داعي عليها رئيس بري قبل 48 ساعه بس من موعد جلسه، ركضنا تنتصل كلنا سوا بعضنا. ما تفكري انه كان عندنا اسم ميشيل معوض محطوط بجيبتنا وناطرين ساعه اللي لا، ركضنا سنتصل بكل اطراف المعارضه الى حد على انه نهار الثلاثة من عشية بالليل، الجلسه كانت الخميس، تدعينا لاجتماع ببيت الكتائب المركزي، كان في اكثريه اطراف المعارضه، واخذوا كمان نائب عدوان معهم على 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 بفيديو كول، ما هيك تنجرب نتفق على اسم. ما كان يقبلوا الاسم الوحيد يلي قبلوا فيه اكثريه الموجودين ميشيل معوض. مشينا قلنا مشينا، لو اتفقوا على ميشيل سكيف مش ميشيل معوض كنا مشينا. كان ممكن يكون حظ لبنان صراحه، يعني انا مش عم بسال الاسئله لانه في اي موقف يعني من صديق ميشيل معوض، بس انا بدي اسالك في خبر طلع وما بعرف اذا مزبوط، كريم بكروني بيقول انه بهاليومين رح تجتمع بجبران باسيل، صحيح؟ لا لا لا. حكيت انه لبنان عالميا كمان عنده مشاكل، يعني انا كان لي الحظ اني التقى بناس قريبين من الدوله الفرنسيه وقالوا لي انه كل السياسيين اللبنانيين كذبوا علينا، كلهم كذبوا على الرئيس ماكرون. بدي اسمحوا لنا، ما بعرف مين قال لك هيك ما بعرف، بس مش مزبوط. من اول لحظه انا شخصيا يعني كنت موجود من اول لحظه، موقفنا كان واضح، وكان هلا هني وقت بيقولوا كلهم يعني انه اكثريتهم بيقصوا فيها، بس من اول لحظه لانه نحن بيقولوا لنا انتم الوحيدين يلي من اول قلتوا لنا انه ما رح تعملوا هيك وما عملتوا هيك، بس البقوي كانوا يقولوا لنا بوجنا شيء. طيب نحن بعدنا على الخريطه العالميه، يعني كانه العالم تارك البلد، هل ممكن دول كبرى أن تساعد لبنان اليوم في أزمته السياسية؟ أنا خليني أطرع عليك سؤال صغير بيوضح كثير سؤالك. كيف بدك أنت العالم ينتبه على لبنان إذا المسؤولين تبعه صار لأزمتنا ثلاث سنين معلنة ومعلنة على الملأ بالكون كله سوا، معروف شو الوضع بلبنان، والوضع عم بيتدهور مش كل شهر مش كل جمعة، كل يوم بيوم وكل ساعة بساعتها، وحكومة لبنان ورئيس لبنان ما عم يعملوا شيء من أول لحظة، مفروض مفهوم شو لازم يعملوا. دغري كان لازم تتغير الحكومة، ودغري كان لازم تيجي حكومة مختلفة تماما، اوكي، ودغري بلش اصلاحات. اذا منك متفائل بهي الحكومة اللي ممكن تكفي؟ لا ابدا لا. طيب انه هيك بترقع الامور ترقيع، بس الشعب اللبناني رهينة، الطبقة السياسية لا تحب شعبها، على الاقل ما نقوله لا تحب شعبها، لما نحكي ولا بالفساد ولا باتهامات. طيب هيدي الرهينة، هل ممكن دول كبيرة مثل الولايات المتحدة، مثل فرنسا، مثل روسيا، ما بعرف، أن يساعدوا الشعب اللبناني يعني للنهوض من هذه الأزمة اللي ستكون كارثة اقتصادية؟ لا، لأنه ومش مزبوط أنه الشعب اللبناني رهينة هالطبقة السياسية، لأنه هالطبقة السياسية الشعب اللبناني مبارح من أربعة أشهر هو اللي جابها بفضل قانون سيء ما إلها علاقة قانون الانتخاب، خيار الناس ما إلها علاقة. الشعب اللبناني هو اللي جابها، ليش الشعب اللبناني؟ قبل هالقانون شو كان يجيب؟ كمان ما كانت الأزمة هيك. نفس الشيء، ما هي اللي ودت لها الأزمة، وبالتالي بدنا ننتبه شغلة. الشعب اللبناني مش رهينة الطبقة السياسية، هو اللي رجع جابها، رجع جاب كثار منها، أكيد صار في شوية تقدم، بس أقل مما كان لازم يصير من بعد الأزمة اللي وقعنا فيها. أوكي. فإذا أنت شعبك مش مهتم بحاله هالقد، بدك دول العالم تيجي تهتم؟ ما بتهتم. بتقلك قومي تقوم معي. وهلا بقول لك شغلة، إذا بيجي رئيس جمهورية جدي ومعه حكومة جدية، أنا أكيد يعني بتنهمر وأعني ما أقول المساعدات الدولية والعربية على لبنان، إنه بست أشهر بنبلش نطلع من الأزمة، مش بنبلش بنطلع يعني من الأزمة. بس ما بدك قبل كل شيء انت توقفي على جريك، يعني على طول سي جيزان نطرح نحن. ماذا تنتظر؟ مش كانه انه العالم ليش ما بيجي يساعدنا؟ لكم بدك تساعدي حالك انت قبل. طيب انت شو منتظر يعني بهال اعطيتنا يعني خلينا نقول مشهد اسود للبلد، ماذا تنتظر للبنان يعني؟ مش انا اعطيتك مشهد اسود، هو هيك هو المشهد. طيب اسود. هلا ماذا انتظر؟ انتظر ان نحن نكفي مساعينا بالمعارضه تنقدر نجمع 65 صوت على مرشح رئاسي واحد بالوقت الحاضر ميشيل معوض. بيكفي هالخطوه تصير تا
تنقدر ننقل على الخطوة الثانية تنعمل اختراق لبأس فيه. طيب ماذا تقول لميشيل عون الذاهب إلى بيته؟ ما بدي أقول له شيء، بدي أقول لبعضهم موجودين بدي أقول للنواب يلي مش بالفريق الآخر، يا شباب فيكن ضلوا هيك 100 سنة شو بيطلع؟ يعني بتكونوا قديتوا قصكم على تجاه الناس اللي انتخبوكم؟ شو غيرتوا لهم بحياتهم؟ تتغيروا لهم بحياتهم بدكم تنتخبوا رئيس جديد. طيب ما في الرئيس يلي عقد طموحكم واحلامكم، نقوا الواحد لا اقرب شيء، ما واحد بده يكون واقع بالاخر. الرئيس الجديد بوجود حزب الله بيقدر يحكم؟ طبعا هي وحده من وحده من المغالطات الكبيره اللي كل الناس واقعين فيها، يعني ما بقى مصدقين قد ما اجى مسؤولين ورؤساء وحكومات ما يتحملوا مسؤولياتهم، اوكي ما بقى مصدقين انه ممكن حدا يتحمل مسؤوليته. انا رح اعطيكي مثلين كثير صغار، كثير كثير صغار. اول مثل قاضي واحد اسمه طارق البيطار، شو قدر يعمل حزب الله؟ ايه عم يجرب يشل له حركته بس وقفى 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 بعد. بعدين مثل ثاني رئيس دائره المناقصات اللي هلا صار رئيس اداره الشراء العام، اوكي جان العليه، اوكي كل شيء جربوا العونيه مع انه هن اللي جيبوها تيجربوا يوقفوا عند حد وما كان يقبل ابدا، قال لهم بدها تجي كل مناقصات على اداره طيب. المناقصات يعني انت بالمختصر لا 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 بس تنكفى بس تقول لي انه ايه اذا اجى رئيس جمهوريه ايه ما تفكري، يعني الموقع الشرعي بعده اهم موقع بالبلد. شو بتقولي لي حزب الله كانه قاعد مع كل انسان ولقطوا اخواني؟ ومش مزبوط هالحكي الا اللي هو ملقط حزب الله باخواني طيب. مثل ما عمل ميشيل عون. دكتور سمير شجع بهيدي القاعه صار اتفاق مع راب وشامبانيا بعدتك عنها لا لانه انا لبسي اورانج يعني كرمالك زعجك هالشيء يعني على اساس لون اخر يوم للتيار مش لنا ولكل الناس اللون لو هن تسلبطوا عليه فتره من الفترات مش معناتها انه نتخلى عن اللون لا الاورانج انه ما زعجك يعني لا ابدا بعد اتفاق مع رب 6 سنين كان في اورانج يعني هلا مش زعجك اذا انا حورتك فيه طالما انت لبسي لا رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير شجع شكرا لاعطائنا هذه المقابله على شاشه سكاي نيوز عربيه شكرا للمشاهدين والى اللقاء الاسبوع المقبل